متى يرفع الإنسان يديه بالدعاء وخاصة عقب الصلوات؟ جزاكم الله خيرا. بعد الفريضة لا يرفع يديه بالدعاء، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعو بدون رفع يدين. أما بعد النافلة فلا بأس برفع اليدين في الدعاء بعد صلاة النافلة لورود الأحاديث في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.